بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إن الأمر قد خلص إلى نفسي وهي أعز الأنفس علي وأهمها إلي وقد علمت ربي وعلمك أفضل من علمي إنك تعلم مني ما لا أعلم من نفسي لك محياي ومماتي ودنياي وآخرتي إليك مرجعي ومنقلبي لا أملك إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني ولا أنفق إلا ما رزقتني بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت ملكتني بقدرتك وقدرت علي بسلطانك تقضي فيما أردت لا يحول أحد دون قضائك أوفرتني وأوقرت نفسي ذنوبا كثرت خطاياي وعظم جرمي واكتنفتني شهواتي فقد ضاق بها ذرعي وعجز عنه